نشرة الظهر. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الظهر وفي عناوينها: 42.20 نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا، ووزيرة التربية تؤكد أن تسوية ملف النواب احتكمت إلى 4 معايير، وأفراد ممن تجاوزوا 50 سنة بقائمة مستقلة. الامتيازات اللاجئية لفائدة الجالية التونسية بالخارج موضوع متابعة في النشرة. في الشرق الأوسط 4000 طفل مفقود و 17,000 آخرين فقدوا ذويهم في قطاع غزة وفق الأونروا، واستشهاد ما لا يقل عن 40 فلسطينيا بينهم 10 من عائلات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. أعلنت وزيرة التربية سلوى العباسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا وأبرز ما ميزها. ياسين الفغالي. سجلت نسب النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا هذه السنة ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، إذ ارتفعت إلى 42.20% بعد أن كانت السنة الماضية في حدود 36.39 وفق وزيرة التربية سلوى العباسية. شهدت زيادة في عدد المترشحين، قاربت 2000 مترشح، لكن عدد المرفوضين أو الذين لم يوفقوا تراجع. بالنسبة إلى زيادة عدد المترشحين وعدد المرفوضين، حينما نقرأها قراءة تربوية بيداغوجية نفهم منها أن ثمة تقلصا في نسب الهدر المدرسي، لأن التلميذ الواحد الذي يبلغ عتبة البكالوريا يكلف المجموعة الوطنية المليارات، فنجاحه دليل أننا نستثمر جيدا في التعليم الوطني. أيضا نلحظ تحسنا في نسبة النجاح مقارنة بالدورة الرئيسية للسنة الفارطة، فقد كانت 36.39 وصلت إلى 42.20، ونتوقع طبعا زيادة في دورة المراقبة. الوزيرة أضافت أن من بين الإيجابيات المسجلة في هذه الدورة الرئيسية انضمام عدد كبير من الجهات الداخلية إلى قائمة الولايات المتفوقة من حيث نتائج البكالوريا في عدد من الشعب. توزيعية نسب النجاح نلاحظ المتغير الجهوي بارز هنا، فإذا كانت الرياضيات الشعبة الأولى بالنسبة إلى عدد الناجحين والمتفوقين، فإن جهة الكاف هي الأولى في شعبة الرياضيات. بالنسبة إلى الرياضة المنستير هي الأولى، وعلوم التقنية سوسة وصفاقس واحد علوم الإعلامية، مدنين الأولى في الاقتصاد والتصرف، والعلوم التجريبية كانت من نصيب صفاقس 2. يكفي أن نجد الكاف ونجد مدنين، هذا يخفف من حدة سوحلة نتائج البكالوريا التي دائما نقول أن هناك مناطق خضراء وحمراء وأن الساحل فقط. لا، أنتم ترون أن الجهات الداخلية أيضا استأثرت بنصيب مهم من النجاح والتفوق. وبخصوص وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، أعلنت وزيرة التربية سلوى العباسية أن الوزارة ستفرد الذين تجاوزوا سن 50 سنة بقائمة سيصدر بشأنها قرار من أعلى السلطة باعتبارهم تجاوزوا السن القانونية للوظيفة العمومية. التسوية ستحتكم إلى معايير 4 هي الأقدمية في النيابة وطول النيابة والاختصاص المطلوب والسن، وسنفرد النواب الذين تجاوزوا سن 50 بقائمة مستقلة سيصدر في شأنها قرار من أعلى سلطة، وهذا سيعود إلى سيادة رئيس الجمهورية لأنهم تجاوزوا سن الوظيفة العمومية. أما الذين سيبلغون سن 50 في قبل العودة المدرسية فقد أفردناهم أيضا بقائمة المتخلدين بالذمة من 1000 الذين لم ينتدوا
أدب السنة الفارطة. وأعلنت وزيرة التربية سلوى العباسي أن حالات الغش في الدورة الرئيسية بلغت 821 حالة، منها 634 حالة تم إحباطها قبل وصول أوراق الامتحانات إلى مراكز الإصلاح، معتبرة أن هذه النسبة ضئيلة مقارنة بعدد المترشحين الذي يفوق 140 ألف مترشح. عقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة تم خلالها توجيه أسئلة شفهية إلى وزير الصحة علي مرابطة، وأكد خلالها النواب ضرورة مزيد العناية بالقطاع الصحي الذي يشكو عديد الصعوبات والإخلالات وفق ما جاء في مداخلاتهم. سمية الفرجاني والمراسلة التالية. شعب اليوم في الجلسة العامة أن قطاع الصحة العمومي في تونس يعيش عديد الإشكاليات والصعوبات، أبرزها نقص المعدات والأدوية والإطار الطبي وشبه الطبي خاصة في المناطق الداخلية، وطلبوا في مداخلتهم بتوفير طب الاختصاص وتوزيع عادل بين مختلف المناطق. النائبة فاطمة المسدي طالبت وزير الصحة بضرورة محاربة ما قالت إنه فساد في مستشفى الحبيب بورقيبة بالساقسة، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات، وتسأل عن أسباب تعدد الحرائق بالمستشفى. من جهته تحدث النائب محمد علي فنيرة عن غياب المعدات الطبية والأدوية في مستشفى جرومباليا من ولاية نابل، وطلب ببناء مستشفى جهوي جديد. أما النائب النوري الجريبي فقد أشار إلى تردي الوضع الصحي في قفصة وخاصة في السند، وطلب الوزارة بتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق حول ما وصفه بالكم الهائل من التجاوزات في القطاع الصحي. ومثل الوضع الصحي في بنزرت وخاصة المطالب بتحسين وضعية المستشفى المحلي حسن بالخوجة برأس جبل أبرز ما جاء في مداخلة النائب يوسف طرشون. وفي رده على مداخلات النواب أكد وزير الصحة علي مرابط أن الوزارة تسعى إلى توفير متطلبات الصحة للجميع دون تمييز بين الجهات رغم إقراره بتعدد النقائص، وأشار الوزير إلى العمل على تجاوزها مؤكدا في الوقت نفسه إحالة أي شبهة فساد إلى القضاء. نظمت الجمعيات الشركة لملاحظة الانتخابات والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية اليوم ورشة حوارية خصصت لتقديم ومناقشة ورقة سياسية تحت عنوان العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفي تصريح للأخبار قدم رئيس ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات إبراهيم الزغلامي بعض التوصيات، أهمها الإسراع بإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والإسراع في إرساء محكمة دستورية. التوصية الأولى اللي هي خاصة بالسلطة التشريعية هو الإسراع بإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين المجلسين، الإسراع بإدخال التعديلات الضرورية على النظام الداخلي لكل مجلسين بما يتماشى مع هذا القانون الأساسي إذن بعد صدوره. النقطة الثالثة إصدار قانون العلاقة بين المجلسين لأجل واضحة ومحددة للنظر ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالي. تأكيد قانون العلاقة بين المجلسين على أن التعديلات التي قد يرغب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إدخالها على مشروع قانون المالي المعروض عليه يجب أن يلتزم بما جاء في الفصل 68 من الدستور، وتحديدا في النقطة التي تخص ضرورة الالتزام بالتوازنات المالية، أن يتكفل القانون الجديد بإحداث وتنظيم وتركيبة وآجال وإجراءات عمل لجنة متناصفة مركبة من ممثلين على المجلسين مكلفة بالنظر في الخلافات بينهما، الحسم في مسألة المجلس الذي تعود له الكلمة الفصل في صورة تواصل الخلاف بين المجلسين، إصدار القانون الأساسي المتعلق بضبط تنظيم المحكمة الدستورية. هناك توصية موجهة إلى رئيس الجمهورية هي الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية. انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال المؤتمر الدولي أراضي إفريقيا التدهور والحتمية للإدارة المستدامة الذي تنظمه وزارة البيئة بشراكة مع مرصد الصحراء والساحل. وأشار المدير التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خاطرة في تصريح لوجه النمر إلى أن تونس ليست بمعزل عن بقية الدول الإفريقية، حيث تعاني نحو 65% من الأراضي الفلاحية المنتجة من التدهور. تونس ماهيش في معزل عن باقي الدول الإفريقية، الرقم المتداول هو 65% من الأراضي تعاني من التدهور.
لما نقول 65% نتحدث على الأراضي المنتجة فعليا. التدهور هو كل ما لاحظوه على أرض الواقع، لاحظوا مثلا انخفاض تدريجي في مردودية هذه الأراضي، كذلك نلاحظوا التغير في صبغة الأراضي، تحول الغابات إلى أراضي مثلا فلاحية تستعمل بطرق غير مستدامة، هذا يعتبر تدهور. تدهور الأراضي زاد نحسوه لما نحتسب كمية الكربون الموجودة في التربة. إن السق قاعد يرتفع بصفة عامة في إفريقيا وفي كل بلدان حتى شمال إفريقيا، اللي رغم الجهود المكثفة التغيرات المناخية خذت نسق كبير اللي ما كناش متوقعينه. بدورها أكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أن الاستراتيجيات الوطنية للحد من التسحر التي انطلقت من سنة 18 و2000 تهدف للحد من مخاطر التسحر والجفاف والحفاظ على الأمن الغذائي في تونس. تونس عندها تجربة في هذا الموضوع، وقت جاءت الاتفاقية الأممية للحد من التسحر في سنة 1994 احتضنت الأوساس الأوبسيرفاتوار تاع الصحراء والساحل منذ سنة 2000، ومتواصلة في البرامج هذه. فما استراتيجية وطنية للحد من التسحر 2018-2030 اللي هي تندرج في إطار المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، فيها بعض برامج اللي تنطبق على كامل تراب الجمهورية، وبعض الأطراف يدخلوا في تطبيق الاستراتيجية هذه عن طريق وزارة الفلاحة، وزارة التعليم العالي، وزارة البيئة، وكامل الوزارات اللي عندها علاقة بالمسألة هذه اللي تمس الحياة اليومية واللي خاصة عندها علاقة بالسيكوريتي اليمنتير متاعنا والإمكانية باش نواصلوا الاقتصاد متاعنا. امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج عند توريد السيارات والدراجات النارية في إطار العودة النهائية، أقرها الأمر عدد 370 لسنة 24 و2000 الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي. ما هي هذه الامتيازات وما هي شروط التمتع بها؟ التفاصيل في تقرير وجه النمرة. جاء الأمر عدد 370 لسنة 24 و2000 المتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 24 من قانون المالية لسنة 24 و2000، وشمل جملة من الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، من بينها امتياز يتعلق بتوريد السيارات والدراجات النارية في إطار العودة النهائية، والذي يخضع لجملة من الشروط وفق ما بيانه الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبري. كل مواطن، مش كل عائلة، كل مواطن في الخارج عنده الحق في توريد سيارة أو دراجة نارية بمناسبة العودة النهائية. نجم تكون سيارة سياحية أو سيارة كل المسالك أو سيارة مهنية لا تتجاوز 3.5 طن أو دراجة نارية. الشروط أو الحاجة أنه تكون هالسيارات والدراجة النارية لا تتجاوز سنها 5 سنوات. الشرط الثاني أنه عندك حرية الاختيار بين التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية. الشرط الآخر يلزم يكون الشخص هذا اللي يورد السيارة ولا الدراجة النارية سنه على الأقل 18 سنة في تاريخ التوريد. يلزم يثبت الشخص هذا إقامته سنتين على الأقل في الخارج منذ تاريخ آخر دخول ليه إلى أرض الوطن، وخلال كل سنة لم يتجاوز مدة 183 يوم في تونس. هذا شرط جديد، خاطر قبل كنا نحسبه أنه خلال كل سنة ما يكونش مضى أكثر من 120 يوم في تونس. وأضاف الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة التونسية أن هذا الامتياز سيسمح للتونسيين المقيمين بالخارج بالانتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد سيارة أو دراجة نارية مرة كل 10 سنوات. الجديد الآخر في الأمر هذا أنه كل شخص ينجم يتمتع بالامتياز هذا مرة كل 10 سنوات، معاش مرة واحدة مدى الحياة. كيف جديد أنه الأداءات والمعاليم الديوانية التي سيتم استخلاصها عن السيارة أو عن الدراجة النارية تكون متأتية من عملية توريد عملة أو سحب هذا المبلغ من حساب بنكي بالعملة الأجنبية. عملية التوريد العملة تنجم تكون خلال السنة التي سبقت تاريخ التوريد أو حتى بصفة لاحقة لعملية التوريد. وأشار العميد شكري الجبري إلى أن هذا الامتياز يشمل أيضا السيارات الكهربائية والهجنة. السيارات الإبريد والإلكتريك كيف دخلوا في الامتيازات الجبائية هذه، وينجم المواطن إذا يورد أو يقتني معناه من السوق المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن الأمر عدد 370 لسنة 24 و2000 تضمن أيضا امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج عند توريد واقتناء الأمتعة والأثاث الشخصي والتجهيزات المنزلية.
نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وفي اليوم 63 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل الاحتلال غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، كما شن غارات على مدرستي إيواء تابعتين للأونروا في مخيم الشاطئ وحي درجة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 40 فلسطينيا. وفي 24 ساعة الأخيرة أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال 3 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 32 شهيدا و 139 مصابا. في المقابل أعلنت كتائب القسام استهدافها بقذائف هاون بالاشتراك مع سرايا القدس جنود وآليات الاحتلال في مخيم يبنى برفح جنوب قطاع غزة. وفي بيان لها نددت حركة حماس بقصف الاحتلال منزل عائلة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ واستشهاد 10 أشخاص من عائلته بينهم شقيقته، محملة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية استمرار الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بمنحها الاحتلال الغطاء السياسي والعسكري للتدمير. الاستهداف الإسرائيلي لعائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للمرة الثانية منذ شهر أفريل الماضي له تداعيات وأبعاد خطيرة في سياق حرب الإبادة الموجهة ضد كل الفلسطينيين في قطاع غزة. تقرير ناجي بن جنات. استشهاد 10 من أقارب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من بينهم شقيقته فجر اليوم في مخيم الشاطئ يأتي بعد 3 شهور من استشهاد 3 من أبنائه ومثلهم من أحفاده في شهر أفريل الماضي، في أوضح صورة لنوايا الكيان الصهيوني في استهداف الجميع في قطاع غزة وبالخصوص رموز المقاومة وقادتها. جرائم تأتي في سياق دخلت فيه حرب الإبادة في غزة مرحلة العدمية بعد إخفاق كل الحلول السياسية ومبادرات وقف الحرب واشتعال الجبهة اللبنانية أكثر من أي وقت مضى. من نابلس تحدث لقسم الأخبار المحلل سليمان بشارات. ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مسلسل الاستهداف لعائلات القيادات السياسية الفلسطينية هو جزء متكامل من عملية ممنهجة لعمليات الإبادة التي تجري في قطاع غزة، وبالتالي لا فرق من المنظور الإسرائيلي ما بين المواطنين العاديين وما بين عائلات القيادات السياسية الفلسطينية. الأمر الآخر هو أن الاحتلال الإسرائيلي وكأنه يريد أن يحاول الضغط على المستوى السياسي للمقاومة الفلسطينية ولحركة حماس. الشعب الفلسطيني كله متماسك أمام الاحتلال. القصف في غزة لا يهدأ وحصيلة الشهداء ترتفع بشكل مفزع، ولا أحد في العالم يضع حدا لهذا التوحش الصهيوني الخارج عن نطاق كل القوانين والقرارات والمواثيق والبعيد إلى حد الآن عن أي حل حقيقي يوقف حرب الإبادة. إنسانيا، قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا فيليب لازاريني إن إسرائيل قصفت 190 منشأة للوكالة في قطاع غزة، مضيفا أن إيصال المساعدات إلى محتاجيها في القطاع بات أمرا صعبا. وأضاف لازاريني أن هناك 4000 طفل مفقودة و17 ألف فقدوا ذويهم في قطاع غزة، كما تحدث عن نقص حاد في الغذاء في القطاع و90% من السكان يعانون من سوء التغذية، مشيرا إلى أن أكثر من 1 مليون شخص في القطاع يواجهون خطر المجاعة. سياسيا، قال القيادي في حركة حماس خليل الحية إن الحركة جادة ومستعدة لمفاوضات حقيقية إذا التزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبادئ الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أن نتنياهو لا يريد إبرام صفقة ويكرر مواقف لا معنى لها عن النصر. من جانبه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال إنه بحث في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيجاد بديل لحكم حركة حماس في قطاع غزة، وأكد ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على حماس من أجل ضمان عودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن تل أبيب تعمل على محاولة حل الصراع مع جماعة حزب الله اللبنانية وإنها تفضل حلا دبلوماسيا. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
42.20 نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا. ووزيرة التربية تؤكد أن تسوية ملف النواب احتكمت إلى 4 معايير وأفراد ممن تجاوزوا 50 سنة بقائمة مستقلة. الامتيازات الجبائية لفائدة الجالية التونسية بالخارج كان موضوع متابعة في النشرة. وفي الشرق الأوسط 4000 طفل مفقودة و17 ألف آخرين فقدوا ذويهم في قطاع غزة وفق الأونروا، واستشهاد ما لا يقل عن 40 فلسطينيا بينهم 10 من عائلات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي نفيسة حسني.